لا تشاهد هذا الفيديو لأن هذا الفيديو غير ترفيهي. عملت قناة على اليوتيوب وسميتها قناة الفتك المهندس رمضان فوز. الغرض من القناة تبسيط المعلومات الهندسية للعاملين في مجال الإنشاءات أو حتى غير العاملين في المجال. القناة بعد سنة لم تحقق النجاح المطلوب. لما سألت قالوا لي إن محتوى القناة يعتبر محتوى هادف وغير تافه. والسؤال، هل لازم أكون تافه عشان أنجح؟ هل لازم أتنازل عن مبادئي عشان أنجح؟ سؤال غريب في زمن غريب. لو شايف إن المحتوى اللي بتقدمه القناة محتوى هادف فعلا، برجاء الاشتراك في القناة دعما منكم للمحتوى الهادف. يمكن نكون بداية لنشر المحتوى الهادف بين أولادنا.